بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث حول The Evaluation of Microprocessing Unit، تطور وحدات المعالجات الدقيقة. المعالجات الدقيقة أو وحدات المعالجات الدقيقة ليست أقل من مذهلة من خلال دمج محرك الحوسبة الكامل في مكون إلكتروني واحد. يمكن الآن تصنيع قوة الحوسبة التي كانت تتطلب غرفة مليئة بالمعدات على شريحة واحدة، وعادة ما تكون بحجم ظفر، على الرغم من أنها قد تكون أصغر بكثير. تعمل المعالجات الدقيقة كوحدة معالجة مركزية CPU في أجهزة الكمبيوتر، تحتوي على آلاف المكونات الإلكترونية، وتستخدم المجموعة من تعليمات آلات لإجراء عمليات حسابية ونقل البيانات من موقع ذاكرة إلى آخر. تحتوي على ناقل عنوان يرسل عناوين إلى الذاكرة ويقرأ RD ويكتب WR سطورا لإخبار الذاكرة. أما إذا كانت تريد تعيين موقع العنوان أو الحصول عليه وناقل بيانات، يرسل البيانات ويستقبلها من الذاكرة وإليها. تشمل وحدات المعالجات الصغيرة أيضا على خط ساعة، يمكن نبض الساعة من تسلسل المعالج وخط إعادة تعيين يعيد ضبط عداد البرنامج ويعيد تشغيل التنفيذ. يعتبر المعالج الدقيق في صميم كل كمبيوتر، سواء كان جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو خادم الجهاز المحمول، بمثابة دماغ لأداة توجد أيضا في الأجهزة المنزلية مثل أجهزة التلفزيون وشغلات DVD وأفران الميكروويف والأفران والغسالات وأنظمة الاستيريو والمنبهات وأنظمة الإضاءة المنزلية. تحتوي العناصر الصناعية على وحدات معالجة دقيقة أيضا، بما في ذلك السيارات والقوارب والطائرات ومعدات تصنيع وآلات ومضخات البنزين ووحدات معالجة بطاقة الائتمان أو أجهزة التحكم في حركة المرور والمصاعد وأنظمة الأمان. الواقع يعتمد كل شيء نقوم به اليوم إلى حد كبير على المعالجات الدقيقة، وهي بالطبع مكون أساسي من أجهزة إنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الصناعية التي أصبحت أكثر انتشارا في المنازل وأهمية الشركات في جميع أنحاء العالم. كانت أول وحدة معالجة صغيرة متاحة تجارياً 4004 انتل، التي أصدرتها شركة انتل في عام 1971. لم يكن 4004 قوياً للغاية، مع ذلك لم يكن سريعاً جداً. كل ما كان بإمكانه فعله هو الجمع والطرح وأربع بتات فقط في وقت، مع ذلك فقد قدمت قوة الحوسبة مثل أول يوم كمبيوتر إلكتروني تم بنائه عام 1946، والتي ملأت غرفة بأكملها. لذلك كان لا يزال مثيرا للإعجاب ثوريا. في الواقع أن كل شيء كان على شريحة واحدة صغيرة، يمكن المهندسين شراء 4004 انتل تم تخصيصها ببرنامج إلى أداء وظائف بسيطة متنوعة في مجموعة متنوعة الأجهزة الإلكترونية. في العام التالي انتل 8008، وسرعان ما تبعها انتل 8080 في عام 1974، وكلاهما معالجات 8 بت. كان 8080 شائعا تجاريا، ويمكن أن يمثل أرقاما موقعة تتراوح من سالب 128 إلى موجب 127 سالب موجب 127، وهو تحسن على نطاق، على الرغم أنه لا يزال غير قوي بشكل خاص. وبالتالي تم استخدام 8080 فقط لتطبيقات التحكم. كانت وحدات المعالجة الدقيقة الأخرى مثل 6800 موتريلا شائعة أيضا في ذلك الوقت. جاء الجيل الثالث من وحدات المعالجة الدقيقة 16 بيت بين عامين 1979 و 1980، وشمل 8088 8186 8286 من انتل و
6800 موتر لا و كانت سرعة هذه المعالجات الدقيقة أسرع بأربع مرات من سابقتها من الجيل الثاني. جدول المعالجات الدقيقة المختلف التي قدمتها انتل مر السنين تم تطوير الجيل الرابع المعالجات الدقيقة 32 بت بين عامين 1981 و 1995 مع حجم كلمة 32 بت. أصبحت هذه المعالجات مشهورة جدا بالفعل مثل وحدة المعالجة المركزية في أجهزة كمبيوتر في عام 1993 بعد حكم قضائي قبل عامين بمنع انتل من وضع علامة تجارية على 386 كاسم أقوى معالج لها في ذلك الوقت. أصدرت الشركة 80586 باسم انتل، مما فتح عقبة جديدة في تسوق المعالجات الدقيقة للمستهلكين. لم يعد يشار إلى المعالجات بالأرقام فقط، بل حملوا بدلا من ذلك اسم علامة تجارية من علامة تجارية وعلامة تجارية فقط. بانتيوم سرعان ما أصبح رمز المكانة بين مالكي أجهزة الكمبيوتر. وصل الجيل الخامس في عام 1995 بمعالجات 64 بت عالية الأداء وعالية السرعة، بالإضافة إلى الأصدارات الجديدة من بانتيوم. تضمنت هذه الأصدارات على مر السنين معالجات والعديد من المطورين الآخرين بما فيها موتورولا وآي بي أم أي أم دي. مستقبل معالجات الدقيقة، مع تقدم هذا الوقت والتكنولوجيا تزداد قوة المعالجات الدقيقة. اليوم تعد جميع المعالجات تقريبا متعددة النواة، مما يحسن الأداء مع تقليل الاستهلاك الطاقة. يعمل المعالجات متعددة النواة تماما بنفس الطريقة، اثنين أو أكثر المعالجات الدقيقة الفردية. مع ذلك نظرا لأن المعالج متعدد النواة يستخدم مقبسا واحدا فقط داخل النظام، فهناك اتصال أسرع بكثير من المعالج والكمبيوتر. ولا تزال انتل أقوى منافس في السوق المعالجات الدقيقة. اليوم تليها AMD، أصبح وحدات المعالجة الصغيرة أيضا أصغر وأصغر على مر السنين. أيضا في الستينيات من القرن الماضي قدم عام الكمبيوتر والشريك المؤسس لشركة انتل جوردون مور، ولأعظمهم مثير الاهتمام أنه كل 12 شهرا كان المهندسون قادرين على مضاعفة عدد الترانزستورات على قطعة السيليكون ببوصلة مربعة. أظل هذا صحيحا لمدة 10 سنوات تقريبا. ثم في عام 1975 قام مور بمعالجة توقعات العقد التالي إلى مضاعفة كل 24 شهرا، والتي أثبتت بالفعل أنها أكثر وأقل دقة حتى في عام 2012 تقريبا. مع ذلك فقد بدأنا الآن بالوصول إلى الحدود المادية لكيفية الحصول على الترانزستورات الصغيرة. حتى وقت قريب كان معيار الصناعة 14 نانومتر، 1 نانومتر يساوي 1 من المليار من المتر. ثم جاء معالج أبل الذي يشغل أجهزة آيفون XR وX S وX X ماكس بقياس 7 نانومتر. مع ذلك الحين جربت شركة IBM شرائح 5 نانومتر، وطور باحثون في معهد ما راسس للتكنولوجيا وجامعة ترانزستورات تقيس رقما قياسيا بعرض 2 نانومتر. مع ذلك لا يمكن القانون لقانون مور أن يستمر إلى ما لا نهاية لعدد من الأسباب. بالنسبة للمبتدئين يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جهد العتبة، أي الجهد الذي يسمح في الترانزستور للتيار بالمرور. تكمن المشكلة في النقص في تصرف الترانزستور كمفتاح، حيث يسرب كمية صغيرة من التيار عند إيقاف تشغيله. يزداد الوضع سوءا مع ذلك زيادة كثافة الترانزستورات على رقاقة، هذا يضع عبئا كبيرا على أداء الترانزستورات الذي لا يمكن الحفاظ عليه إلا من خلال زيادة جهد العتبة. على هذا النحو، على الرغم من
إمكانية زيادة كثافة الترانزستورات، إلا أنها ستوفر تحسناً طفيفاً نسبياً في السرعات واستهلاك الطاقة، مما يعني أن العمليات التي يتم إجراها على الرقائق الجديدة ستستغرق إلى حد ما نفس الوقت الذي تستغرقه الرقائق المستخدمة اليوم. ما لم تكن هناك بنية أفضل نفذت لحل المشكلة بسبب هذه القيود المفروضة على المعالجات الدقيقة، اليوم يستكشف الباحثون حلولاً جديدة ومواد جديدة بدلاً من السيليكون مثل أكسيد الغاليوم وهافينيوم دينيس وجرافين مواصلة بناء أداء المعالجات الدقيقة.